بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله. سعيد تومي، نائب أول رئيس جماعي عين حدودة. اليوم كنتواجدوا في المقبرة ديال السيد عبد الكريم، افتتاح ديال الأعمال أو الورش الثاني ديال مشروع أوراش اللي جات به الحكومة المغربية، وكانت بادرة طيبة من صاحب الجلالة باش إن شاء الله نحاول ما أمكن توجدوا فرص الشغل لمجموعة من الشباب والشابات. وكذلك كنشوفوا بأنه في هذا الإطار هذا كنلقاو بأنه العمل الجليل كتقوم به جمعية النهضة، عمل كبير وكتاخذ المقابر ديال جماعة عين حرودة في التراب ديال جماعة عين حرودة، كيقوموا بواحد المجموعة من الأعمال الجليلة والفضيلة، لأن المقبرة كتعرفوا الدور ديالها احنا كمسلمين. وكتشوفوا بأنه نساء ورجال كيخدموا في واحد الجو بواحد الحماس وبواحد الشكل ديال مفعم بالصدق وبالفعالية. كما كتشوفوا احنا حاولنا باش نقدموا بعض الاعانات، خاصه المواد الغذائيه لفائده المستفيدين من وخاصه العمال والعاملات من هذا الورش، وهو تهيئه المقابر الاسلاميه. حاولنا نوفر المواد الغذائيه لانهم محتاجين قبل ما باش، لانهم عندهم واحد الاجر يدوا تقريبا ما يقارب 3000 درهم كل شهر في اطار العمل اللي غيدوا ان شاء الله. احنا كنوفروا لهم، هذه الجمعيه كتوفر لهم هذا من عند الجمعيه، لان باش نوفر لهم المواد الغذائيه باش يتعاونوا بها، لان محتاجين، لانهم خاصه لانهم كيعيشوا في ظروف صعبه دابا حاليا العمال والعاملات. ونتمنى ان شاء الله يقبلوا على هذه المواد الغذائيه اللي وفرت لهم الجمعيه ان شاء الله. وكنلقاو بانه الجماعه كذلك موفره لهم جميع الامكانيات اللوجستيكيه وكذلك البشريه باش نحاولوا ما امكن ندير العمل ديال هذه الجمعيه في واحد المستوى عالي وراقي. وكنتمناو بانه كذلك جميع الجمعيات اللي داخلين لهذ المشاريع ديال الاوراش او مشروع الاوراش بانهم يقوموا بعد كذلك بنفس العمل اللي كيقوموا به الجمعيات الاخرى كجمعيه النهضه. احنا غادي نقوموا كذلك كجماعه ترميم هذا الحائط ديال هذه المقبره، وكنشوفوا بعض مجموعه من الاصلاحات كذلك عندنا خصنا ندخلوا فيها باش نحاولوا ما امكن نوجدوها في اطار الدعم المستمر ديال جماعه عين حرودة لمجموعه الجمعيات اللي كتساهم في هذا الورش الملكي.